السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الطريقة ديال الطياب ديال اللحم اللي كتجي غزالة وكتجي كيجي فيها اللحم فتي بزاف فتي ولذيذ. ربما طريقه مختلفه ولكن ما فيها باس بنادم يجرب شي حاجه اللي مختلفه. اهم حاجه ان النتيجه غتكون زوينه واللحم طايب بطريقه يعني طيب مزيان وكتجي لذيذه. هنا كما كتشوفوا في المقادير اولا في الشرموله ديالو ما عنديش بزاف، ما كاينش بزاف يعني ما كاينش توابل بزاف. هادشي اللي غنحتاجو جوج دروسه ديال الثومه كبارين محكوكين، واحد الربيطه ديال قزبر ومعدنوس، جوج ديال الطماط نتاع الزعفران، معلقه ونص نتاع الكمون كبيره، ومعلقه ديال ذرات القزبر مطحونه. صافي ما غنديرش الملحه حيت هذوك الطماط ديجا مالحين. درت واحد الكاس ديال الماء اللي غادي نخلط به هاد الشرموله. صافي وغادي نبقى نشد دوك الطروفه ديال اللحم. هنا عندي طروفه ديال اللحم كبارين، تقريبا عندي طروفه من الفخد اللي هبرات ومجيه تسنسول. غادي نشدهم غنشرملهم مزيان. هذوك الطروفه اللي الهبره غنحاول ندير شي شقات في وسط منهم باش تخليهم شرموله. هذا اللحم كنت محتاجه للعشاء، يعني كنت غنديرو العشاء، فشرملته في الصباح وخليته تقريبا مع شي 3 سوايع ولا 4 سوايع عاد رديته يطيب. كما كتشوفوا كنشرملهم، كاين واحد فلحتهم، هذه كانت تقريبا كلها هبره فيها غير شي عظم الداخل، فلحتها مزيان باش تخلي هذيك ديك الشرموله. وصافي خليتهم بحال هكا. جبت كوكوط ولا طنجره ديال الضغط، شلت فيها جوج بصلات ما كبار ما صغار يعني متوسطين، وصافي غنبقى نستف فيها داك اللحم. غنستفو غندير ديك الربيطه ديال القزبر والمعدنوس، غنزيد عليه الماء القياس اللي غادي يغطيه، وغادي نشعل عليها على عافيه ماشي مجهده وماشي قليله، عاوتاني نقتلو البوطانو، تكون عافيه متوسطه، وغادي نخليها الساعه ونص فوق البوطه. هانتوما غتلاحظوا ان الكميه ديال الماء القياس اللي غادي يغطيه، وما تخافوش من الماء راه كينشف تماما، ما كيبقى حتى شي حاجه، كتبقى واحد المريقه شويه اللي كتبقى في الكوكوط، وانا هذيك هي اللي محتاجه، ما بغيتش فيه المرقه بزاف، بغيت يلاه يلاه تقريبا واحد شويه ديال المرقه اللي بغيتها تبقى. فما كنحل عليه حتى كنلقاه صافي ماشي وكحات، ولكن كما قلت لكم باقي هكا شويه ديال الماء. اللحم طاب طاب غزال، اللي بغى يدير واحد الطريف نتاع الفاخر يشعلها ويحطها فوق من وسط من اللحم باش تعطي ديك النسمه نتاع الدخان بحال مشوي. انا صراحه الله نسيت ما درتهاش. صافي وغنرافق بشويه ديال البرقوق هكا كزواق وصافي. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون عجباتكم، وكيف ديما ما تنساوش تشجعوني، وشكرا لكم بزاف.